مساء الخير. الطالب من تخلص عطلته، أهله يقعدوه ويحجون وياه بجدية، يقولوا له خلصت أيام الراحة ولازم نعوف البوبجي والبلاي وطلعات الأصدقاء وشوية نركز على دروسنا. نفس الكلام المفروض نوجهه للبرلمان. باقي يوم وتنتهي العطلة التشريعية، قعدنا وارتاحينا سافرنا، وهسه المفروض نشد حيلنا شوية ونشتغل شغل تشريعي حقيقي، لأنه ما أعتقد هذا ينطبق على العام اللي انتهى من عمر البرلمان. المهم، شنو أهم استحقاق في البصل التشريعي الجديد؟ بالتأكيد موازنة العام الحالي اللي سابقاً اتفاءلنا وتوقعنا تصير معجزة ويتم تشريحها قبل بداية العام، لكن الظاهر أبو طبع ما يغير طبعه. ما نرتاح إذا ما يعبر كم شهر من السنة، يلا نقر الموازنة. هاي إذا تم إقرارها، باعتبار العام الماضي مر بدون موازنة والجماعة لزقوها علينا بقانون الأمن الغذائي ومن هذه السوالف. هسا نسأل وين صارت الموازنة؟ المالية والتخطيط تقول شبه جاهزة. السيد السوداني يقول العطلة التشريعية انطتنا وقت إضافي لدراسة الموازنة بشكل أكبر، لكن مع ذلك الحكومة بعدها ما أرسلت القانون للبرلمان، والظاهر راح يبدي الفصل التشريعي يوم الاثنين بمناقشة قوانين أخرى. زين، ماكو إشكال بالتأخير، المهم تكون الموازنة. مليون دينار يعني 124 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ العراق. وإذا نرجع لموازنة 2021 بوقتها قدمتها الحكومة بقيمة 150 تريليون دينار، يعني أقل من هذه الموازنة ب 30 تريليون، وبعد أن تم تخفيضها يصير الفرق 50 تريليون تقريبا. وكلكم تتذكرون من قبة العيطة على حكومة الكاظمي وتحديدا من نواب الإطار التنسيقي. زين، شلون الحكومة الجديدة اللي يرعاها الإطار راح تقدم موازنة بنفقات أكبر ب 50 تريليون؟ أعتقد يراد لها إعادة نظر. بعد شو تقول المعطيات؟ العجز في الموازنة 23 قد يصل إلى 40 تريليون دينار، وهو كذلك الأكبر في تاريخ الموازنات، باعتبار الإيرادات النفطية محددية أو محددة ب 122 تريليون والغير نفطية 18 تريليون، وهي إذا وصل منها تريليونين راح نبوس إيدنا وجه وقفه. لكن الظاهر زيادة حجم النفقات إلى تبريراته. مثلا السيد السوداني في مؤتمر الأخير ذكر أنه الرواتب زادت من 41 تريليون إلى 62 تريليون، يعني الزيادة بنسبة 39%، والسبب هو قرارات تثبيت العقود والمحاضرين اللي اعتبرها من تراكمات الحكومات السابقة. خلونا نسمع يلا شباب. هذا جزء من توفير فرص العمل، لكن بصراحة ما نقدر نستمر فيه، لأنه اليوم احنا نتكلم عن موازنة ارتفعت فقرة الرواتب من 41 تريليون إلى 62 تريليون. هذه كلها التزامات وقرارات اتخذتها الحكومات السابقة، واليوم احنا معنيين بحسمها وتبويبها بالشكل الذي يضمن مصالح الجميع. فمسألة التوسع بالعقود بالأجور بالتعيينات، هذه حاليا في الوقت الحاضر ما نقدر، ويحتاج لنا معالجات أخرى تتعلق بالقطاع الخاص اللي راح نتكلم عنها بعد قليل. هسه نجي للأهم والأمور اللي تخص الناس. مثلا سعر الدولار اللي بعده معلق ووصل اليوم إلى 156 ألف دينار للورقة. التسريبات تقول الحكومة راح تثبت سعر الدولار بالموازنة بقيمة 1450 دينار، يعني نفس السعر بموازنة 21، وسالفة التخفيض انسوها. أما سعر برميل النفط يتراوح بين 65 دولار إلى 75 دولار، لكن السعر الأقرب هو 65 دولار. وباعتبارنا نتحدث عن الأمور اللي تهم المواطن البسيط، وكيل وزارة التخطيط السيد ماهر حماد جوهان يقول الموازنة راح تركز على 3 ملفات مهمة: البطاقة التموينية، مستحقات الفلاحين، مستحقات قطاع الكهرباء. ويذكر أنه الحكومة تريد توزع 10 حصص غذائية خلال العام الحالي، 12 حصة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية. أما بخصوص الكهرباء يذكر أنه الموازنة تتضمن حوالي 30 تريليون لتجهيز المواطنين بالطاقة، لكن الجباية المستحصلة ما تتجاوز تريليونين فقط. وبهذه المناسبة نحب نوجه رسالة لوزارة الكهرباء: ترى جبايتكم على ناس وناس، لو تخفضون الرسوم وتشملون الكل لو تلغوها. ثانيا، ما معقولة مقرات الأحزاب ومنازل السياسيين وغيرها تعاملوها مثل معاملة المواطن البسيط. المفروض تكون الرسوم تجارية، جماعة فلوسهم زينة، على شنو خايفين؟ أما بالنسبة لأصحاب المولدات، حاليا إحنا بالشتاء مو بالصيف، شلون الأمبير ب20 وب25 ألف؟ وما أريد أذكركم بكتاب تسعيرة محافظة بغداد اللي ما بي لا دفع ولا نفع، كل شهر نحدد تسعيرة الأمبير ويجي أبو المولد يحدد الكيفة والناس واقع بيها، يدفعون للمولد ويدفعون للحكومة. وبمناسبة الحديث عن الفلوس والنفقات العالية، وأخيرا نشرت جريدة الوقائع قانون تنظيم عمل المستشارين
هذا القانون اللي أقر البرلمان عام 2017، لكن رئاسة الجمهورية ضمته بالمجر وما أرسلته للنشر حتى يبقى حبر على ورق، وتبقى الرئاسات والمؤسسات الأخرى تعاني من تخمة المستشارين. وللعلم رئاسة الجمهورية ما أرسلت القانون طوعا، وإنما بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية يوم 20/12 يلزمها بإرساله. وانتم كيفكم بعد؟ نروح فاصل.